Décret numéro 1318/PR/2018 portant nomination des membres du gouvernement. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. فخامة رئيس الجمهورية كبير الدولة نظرا للدستور مضى في واحد مرسوم نمرت 1318 فاصل رئاسة الجمهورية فاصل 2018 بخص تعيين هنا أعضاء الحكومة. المادة الأولانية الشخصيات نذكر لكم أسماءهم دول عينوهم أعضاء هنا الحكومة على حسب المناصب التالية: وزير الدولة، وزير مستشار في رئاسة الجمهورية دكتور نور الدين دلوا كاسير كوماكوي، وزير الدولة، وزير البنية التحتية وفك العزلة جان برنار باداري، وزير هنا إدارة الأراضي والأمن العام والحكم المحلي أحمد محمد باشر، الوزير المندوب في رئاسة الجمهورية مكلف بالدفاع الوطني والمحاربين القدام وضحايا الحرب بشارة عيسى جاد الله، وزير هنا الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتعاون الدولي محمد زين شريف، وزير هنا المالية والميزانية عيسى محمد عبد المحمود، وزير هنا العدل حامل أختام مكلف بحقوق الإنسان جيمي عربي، وزير هنا الصحة العامة عزيز محمد صالح، وزير هنا الاقتصاد والتخطيط والتنمية عيسى دبران، وزير هنا البسطة التكنولوجيا الحديثة هنت الأخبار والاتصالات خشم الكلام هنا الحكومة السيدة مادلين ألينجي، وزير هنا إصلاح الأراضي التنمية هنت السكن والتمدن مدام أشتا أحمد بريمي، وزير هنا المعادن التنمية الصناعية التجارة والترقية هنت القطاع الخاص يوسف أبصلة، وزير هنا البترول والطاقة بوكر ميشيل، وزير هنا الوظيفة العامة والعمل والحوار الاجتماعي أحمد الدردير ديفالة، وزير هنا التربية الوطنية والترقية المدنية أبو بكر الصديق شروما، وزير هنا التعليم العالي والبحث والابتكار البروفيسور زكريا فضل كتر، وزير هنا الإنتاج والري والمعدات الزراعية مدام ليدي بياسمدا، وزير هنا الطيران المدني النقل والإرصاد الوطني مدام جبرجي روزين أمان، وزير هنا الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني غايان سواري، وزير هنا البيئة والمياه والصيد صديق عبد الكريم حجار، وزير هنا التنمية السياحية والثقافة والحرف اليدوية دكتور جلال أرجون خليل، وزير هنا التدريب المهني والحرف الصغيرة مدام ريد تدبي، وزير هنت المرأة حماية الطفولة والتضامن الوطني دكتور جميلة بشر الخطيب، وزير هنا الترقية هنت الشباب الرياضة والعمل محمد نصر عبد الله، وزيرة أمينة عامة هنت الحكومة مكلفة بالعلاقات مع الجمعية الوطنية السيدة مريم محمد نور، أمينة الدولة في الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتعاون الدولي السيدة اندولونوجي أليكس نامباي، أمينة الدولة في التربية الوطنية والترقية المدنية اندورجي نازير، أمين الدولة في المالية والميزانية ألالي محمد أبكر، أمين الدولة في الاقتصاد والتخطيط والتنمية روزي مامان. المادة الثانية المرسوم ده بلقي كل الاستعدادات السابقة بيطبقوا من يوم ما مضوا فوقها وبيسجلوا وبنشروا في الجريدة الرسمية هنت الدولة سوف نجمعنا يوم 7/5/2018 إدريس ديبي إتنو. Le présent décret qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Ndiamena, le 7 mai 2018, Idriss Déby Itno, président de la République.